بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بإذن الله تعالى الآن ندرس ما يتعلق بكتاب الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Nun sitzen wir fort, was wir in den letzten beim letzten Vortrag gelernt haben. Und heute geht es einfach um Zaka. In der letzten Stunde haben wir auch Reinheit und das Gebet. Und heute machen wir weiter mit Zaka. Ma hiya Zaka? Was bedeutet Zaka? Zaka لغة النماء، لأن عندما تزكي المال هذا معناه أنك تنميه في الحقيقة. نعم. Zakat, also sprachlich bedeutet das, dass man Geldvermehrung, ne? Sprachlich Geldvermehrung. وهذا فيه تكافل اجتماعي. Und das natürlich darauf hin, dass hier eine soziale Verbindung gibt. والفقير دائما ينظر إلى الغني. فعندما يخرج الغني الزكاة للفقير يذهب ما في قلب هذا الفقير. Es ist aber üblich, dass der Arme immer nach dem Reichen gucken. Und wenn der Reiche was spendet, dann verschwindet diese, sag ich mal, was im Inneren, im Herz, dann beim Armen liegt. يعني من الغل والحسد. Das heißt, dass alles, was Neid mit Neid zu tun hat, verschwindet halt vom Herzen des Armen. أما الزكاة شرعا، تعريف الزكاة شرعا، الزكاة شرعا هي التعبد لله، لابد أن تنوي بالزكاة وجه الله سبحانه وتعالى. بإخراج مقدار مخصوص يعني معين في مال مخصوص لطائفة مخصوصة، هذا الزكاة. يعني إذن في الزكاة سنعرف ما هو المقدار المخصوص، كم مقدار الزكاة الواجبة في المال المخصوص. نعم. ولطائفة مخصوصة من الذين ندفع لهم الزكاة؟ Menschen, die den Zakat ausgeben müssen. نعم. تجب الزكاة على المسلم. زكاة Pflicht für den Muslim. الصغير والكبير والعاقل والمجنون تجب عليهم الزكاة. Sei es klein oder groß, verrückt, also wie man da schon mal إذا ملك نصابا، سيأتي معنا ما معنى النصاب، يعني امتلك مقدار معين من الأموال التي تجب فيها الزكاة. نعم. وحال عليه الحول أي سنة هجرية كاملة. إلا الخارج من الأرض الحبوب الثمار لا يجب فيها مضي الحول، مجرد أن يأتي الحصاد لابد من إخراج الزكاة. الزكاة تنقسم إلى قسمين، فريضة ونافلة. زكاة بتنزل في اثنين قسمين، وتسمى صدقة. لماذا تسمى صدقة؟ لأنها تدل على صدق إيمان المخرج لها. Deutet darauf hin, dass man auch ehrlich zu Allah subhanahu wa ta'ala ist, also ehrlich, صادق. ما الفرق بين الربا والزكاة والصدقة؟
Was ist der Unterschied zwischen Bucha und Zaka und Sadaqa? لو تنظر في الظاهر تجد أن الربا زيادة وأن الزكاة والصدقة نقص للمال. Äußerlich, wenn man das alle drei Sorten sieht man, dass der Riba ist ein Bucha, Vermehrung von Geld ist, während Zaka oder Sadaqa Verminderung von Vermögen ist. لكن العاقبة للمتقين يمحق الله الربا يعني لا يبقى منه شيء ويربي أن ينمي الصدقات نعم In Wirklichkeit, Allah subhanahu wa ta'ala vernichtet die Bucha, also die Rebe, und von denen bleibt auch für denjenigen, der das auch mit dem Handel hat, nichts übrig, während Zakat oder Spende werden bei Allah subhanahu wa ta'ala sich vermehren. وقد ترى أن المال ينقص لكن هو في الحقيقة يزيد. Äußerlich nimmt das Geld ab, aber in Wirklichkeit nimmt das Geld zu. نعم. الزكاة الواجبة والفريضة تنقسم إلى قسمين. Nicht زكاة, nicht Spende, da kann sich in zwei Teilen. زكاة مال وزكاة بدن. زكاة Vermögen und زكاة für den Körper. زكاة البدن هي زكاة الفطر. زكاة من قبل زكاة فصل رمضان رمضان فصل بريحن نعم تخرج في عيد الفطر بعد رمضان und die wird am Ende des Monats ausgegeben vor dem Eid صاعا من طعام وهو ما يقارب 3 كيلو جرام تقريبا هذا الأحوط يعني أكثر من الواجب So in circa 3 kilo gram von Appen. من طعام البلد الرز القمح الشعير التمر. Sei es Datteln oder Reis oder Körner oder Getreide. تعطى للفقراء في يوم العيد حتى نغنيهم في هذا اليوم عن السؤال. Der Sinn aber ist dabei, dass der Arme an diesem Tag, Tag des Eid, auch Freude oder Teilnahme an Freude haben können. وبهذا تعلم أن العيد عند أهل الإسلام فيه خير كثير. So ziehen wir daraus die Lehre, dass Eid bei den Muslimen für alle sind Armen und Reichen. فيها أن نستقبل العيد بماذا؟ بالتبكير. ودائما الذي يبكر ويستيقظ في اول النهار فهذا دليل على النجاح لا السهر نعم bei uns muslimen wir empfangen unser Eid mit früh aufstehen ja und wer früh aufsteht ernt einfach Erfolg ونستقبل العيد بالعباده بالإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله لا نجعل أحد يحتاج في هذا اليوم. An diesem Tag dienen wir Allah subhanahu wa ta'ala zwar gutmütig, das heißt anders als andere Menschen. Ne? Und an diesem Tag brauchen auch die anderen Menschen auch nichts, also sei es Armen oder Bedürftigen. وفرح لا بطر. Freude, لا. تكبر وتجبر على عباد الله وضياع الأموال والمعاصي وغير هذا. Es ist zwar Freude, aber alhamdulillah nicht verbunden mit einfach Verlust oder Verschwendung. تعطى للفقراء المساكين. Diese Spende, die Zakat wird auch den Armen gegeben. نعم. أما زكاة المال. زكاة des Vermögens. زكاة المال الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة الذهب والفضة وما يقوم مقام الذهب والفضة من العملة الورقية هذا الأمر الأول المال الأول من الأموال التي تجب فيها الزكاة النقدين يعني الذهب والفضة وما يقوم مقام الذهب والفضة أورو دولار
جنيه استرليني كذا كذا. باسم صوته aus dem man auch sein Zakat ausgibt, sind Geld, Silber oder Gold oder Geldscheine, also alle Währungen. نعم. كيف تحسب الزكاة في الذهب والفضة والعملة الورقية؟ Wie kann man auch die Summe genau bestimmen? أي مبلغ لديك تقسم على 40 بالآلة الحاسبة يخرج لك مقدار الزكاة. أي مبلغ لديك تريد أن تعرف مقدار الزكاة فيه تقسم بالآلة الحاسبة المبلغ على 40، تقسم المبلغ على 40 يخرج لك مقدار الزكاة. الشيخ بدر لديه 40 مليار يورو. أربعين مليار يورو عندما نقسمها على 40 يخرج كم؟ مليار. إذن الزكاة في حق بدر مليار يورو. Wenn diese Summe 40 Milliarden Euro durch 40% نعم. إذن أي مبلغ تريد تعرف مقدار الزكاة فيه تقسم في الآلة الحاسبة المبلغ على 40. نعم. لكن لابد أن يكون بلغ النصاب. بلغ النصاب يعني وصل إلى حد معين، دون هذا الحد ليس فيه زكاة. جاء على هذا الحد أو زيادة ففي الزكاة. نعم. نصاب الذهب 85 جرام. نصاب الذهب also gold man muss auch 85 جرام. نصاب الفضة 595 جرام. نصاب الأورو. نعم. ننظر في ال 85 جرام 595 فضة. 85 جرام من الذهب اليوم مثلا، يعني الآن تريد تعرف المال الذي لديك هل بلغ النصاب؟ هذا لديه أورو. 1000 اورو مثلا، هل فيها زكاة ولا؟ نعم. بما انه جيلشاين هات، دي كمان بس فارن، لكي مان اوف دي زوم جيلت اوز جيبن زول، بس ganz einfach، مان رechnet، wie viel 85 جرام جولد كوستت، oder wie 595 جرام selber كوستن، und hat man diese Summe، muss man natürlich Geld ausgeben، hat man darunter، muss man nicht. قلنا لديه 1000 اورو، هل فيها الزكاة أم لا؟ ماذا نصنع؟ ننظر ال 1000 اورو هذه هل تساوي 85 جرام من الذهب أو 595 جرام من الفضة؟ إذا كانت تساوي هذا أو هذا إذا فيها الزكاة، وإذا كانت لا تساوي 85 ولا 595 جرام من الذهب دون هذا وهذا فليس فيها زكاة. وجدنا مثلا 85 جرام من الذهب يساوي 1500 اورو. Beispiel kosten 85 Gramm Gold 1500. و 595 جرام من الفضة يساوي 800 أورو. 595 جرام selber kosten 800 Euro. لديه كم؟ 1000. إذا فيها الزكاة لأنها ساوت
هذا أو هذا ساوت هذا إذا فيها الزكاة. زين بقول إنه 100 يورو ده مو زكاة صح.